الرواق هو مخصص للتعريف بتاريخ المديرية العامة للأمن الوطني كذاكرة، ومخصص لعرض مجموعة ديال الأدوات كانت كتستعمل وفق فترات زمنية معينة في العمل الشرطي بالمملكة المغربية. كاين هذه الأدوات متنوعة، منها ما كان يستعمل في الشرطة العلمية والتقنية قديما، ملاحظ كما كتلاحظوا هذيك كانت كتستعمل في الشرطة العلمية والتقنية كبيرة جدا. كذلك هناك مجموعة من الأدوات كانت كتستعمل في الاتصال اللاسلكي وتدبير البرقيات الراديوفونية، إضافة إلى مجموعة ديال الأسلحة النارية كانت كتستعمل وفق يعني فترات معينة، واحد فترات معينة، واللي تيميزها هو واحد السيف يعود استعماله إلى الشرطة المغربية اللي كانت كتسمى سنة 1913 بإدارة البوليس العمومي. كذلك مجموعة ديال الأزياء اللي كتشكل المسار الزمني ديال تطور الزي ديال الشرطة المغربية. ما نساوش بأن كذلك هذا الفضاء تيضم مجموعة ديال اللوحات التشكيلية ديال من أعمال ديال الشرطيين تابعين موظفين المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لإبراز الجانب الإبداعي ديال رجل الأمن، وكذلك المستوى ديال هذه اللوحات الفنية ممكن نقولوا أنها كتأتت المشهد الثقافي الوطني.